هاد البرامج كنحبدو حنا كموظفين وكنتمناو التعزيز ديالها. وهادشي كله بتعليمات ديال السيد وزير الشباب والثقافه والتواصل اللي تيحرص جدا. اللي الحمد لله داز هذاك الشيء في الفتره الصباحيه في واحد النقاش اللي زعما نقاش كبير. ياتي تنظيم هاد النشاط الرياضي اللي هو اعطاء انطلاقه ديال واحد المجموعه ديال الانشطه على مستوى كل المديريات الاقليميه لفائده المنخرطين والموظفين ديال قطاع الشباب من خلال الاهتمام بالصحه ديالهم وتنظيم واحد المجموعه الانشطه الرياضيه اللي اولا تتهم في صله الرحم بين الموظفين وربط واحد المجموعه ديال العلاقات بين الموظفين خارج الاطار المهني وكذلك في الحفاظ على الصحه ديالهم والمساعده ديالهم على ان الانتاجيه ديالهم داخل المجال المهني تكون جيده. وهذا الشيء كله بتعليمات ديال السيد وزير الشباب والثقافه والتواصل اللي تيحرص جدا على الصحة. هذا البرنامج أيضا يعني جاء من أجل إخراج الموظف من الجو الروتيني ديال العمل. يعني اليوم كما كتشوف فاحنا في إطار مباراة يعني خلق واحد الجو تنافسي بين الموظفين من أجل التحفيز من أجل يعني زيادة الإنتاجية أيضا. فهذا البرامج كنحبدو حنا كموظفين وكنتمناو التعزيز ديالها بأنشطة أخرى إن شاء الله. واللي الحمد لله داز هذاك الشيء في الفترة الصباحية في واحد النقاش اللي زعما نقاش كبير واللي عبروا فيه المنخرطات والمنخرطين على التطلعات ديالهم بخصوص الخدمات اللي كتقدمها المؤسسه. وكيف ما كتشوفوا معنا في الفتره المسائيه كان عندنا انطلاقه ديال واحد البرنامج اللي تلقاته المؤسسه اللي جا بناء على اخر مخرجات اللجنه المديريه ديال المؤسسه اللي الرئيس ديال المؤسسه اكد على الاهتمام بالصحه والرياضه ديال المنخرطات والمنخرطين. وكيف ما كتشوفوا معنا اليوم انطلاقه في مدينه اكادير لهذا البرنامج هذا اللي كيعني بالصحه والرياضه ديال المنخرطات والمنخرطين واللي غيكون ان شاء الله في جميع الجهات ديال المملكه. الشباب.